السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم سيمو كوك. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم كيفية عمل مويدو شوكولا او فوندون شوكولا. كيف ما غادي نتلاحظوا معي على الشاشة كتجرطبة وزويونة وفوندونت. نخليكم الان مع المكونات وطريقة التحضير. نأخذ الشوكولاتة والزبدة ثم نذوب الكل في حمام مريم أو في الميكروويف، ثم بعد ذلك نضعهم على جنب ونأخذ البيض والسكر ثم نقوم بخلط الكل جيدا، وبعد ذلك نقوم بإضافة روح الفانيلا، وإذا لم تكن متوفرة لديكم يمكن استبدالها بنكهة سكر الفانيلا، ثم نمزج الكل جيدا، وبعد ذلك نقوم بإضافة الشوكولاتة ثم نضيف الدقيق ونمزج الكل جيدا. بعدما مزجنا الخليط جيدا حتى نحصل على هذا الشكل، نأخذ ليكيب أو ليمون ونضع عليهم الخليط على هذا المستوى، ثم نسخن الفرن على درجة الحرارة 200 حتى يسخن جيدا، ثم بعد ذلك ننزل درجة الحرارة على 180 وندخل العجين للفرن لمدة 10 دقائق، ثم بعد ذلك نرى الشكل النهائي. الان بعدما استوى المويلو ديالنا او فوندون شوكولا كيجي رطب ومن الداخل المويلوه، غادي نقوم الان بالتزيين ديالو بالقليل من السكر غلاسي مع حبات ديال الفراوله والقليل من الكرامبل على جنب، اللي غادي نوضعوا عليه امبول دو غلاس فاني وورقه نعناع للتزيين. وكما تلاحظون هذا هو الشكل النهائي. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك وكومنت وشير، وشكرا لكم دائما على المتابعة في قناتكم سيمو كوك، ونراكم في وصفة قادمة إن شاء الله.